السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر الله رجالة هنرش الأبيض البرد ده دلوقتي. الخطوات اللي هتتم فيها إن شاء الله هنغطي، احنا طبعا منفضين ومطهرين وكلام من ده، هنغطي الأبيض بتاعنا اللي هو الأرضية، اللي هو الأبيض ده سري كوت أبيض وبرل وورنيش. هنغطي الأبيض بتاعنا، ندي الوش والوشين بتوعنا وكلام من ده، بعد كده ندي تجراء، وبعد كده ندي بلندنج على الباب ونجيب كده بلندنج، بعد كده ننزل بالبرل بتاعنا، وبعد كده ننزل بالورنيش. نعتمد على بركة الله رجالة، بسم الله. في طبعا هنا رجالة احنا ننزل بالابيض بتاعنا اللي هو الارضية. في انظمة الوان بتقول لك حط على الابيض الارضية ده من 5-10% مصلب، يعني في انظمة الوان كده، يعني هو كسيستم عالمي موجود. يعني هننزل وش اللي احنا قلنا عليه رص، هوا وننزل بتاني وش يا رجالة. ننزل بتاني وش يا رجالة، يعني يبقى خلصنا وجهنا اتجاهات. طبعا انت بقى بتنزل بوش 2-3 على حسب الصبغة بتاعت الدهان بتاعك، بتشوف انت هي بتصبغ معاك من كام وش، كل سيستم برضك وليه الصبغة بتاعته. يعني صبغت معاك من وشين، محتاج اللي انت تنزل ترش وش تدي وش كمان، يعني تسطر معاك. انت بتكون عامل عينات طبعا اكتر من عينة علشان خاطر تعرف انهي عينة المناسبة معاك. يعني في حاجة برضو عايزين ننبه بعضنا ليها رجالة، لما تيجي ترش وتبص على اللون ما تحكمش على اللون بزاوية واحدة، يعني ممكن يكون باين من الزاوية دي ان اللون هنا هو غير اللون هنا او حاجة، ده بيرجع للاضاءة. يعني ممكن يكون في اضاءة في الجنب ده ضربة هنا هو خلفها لك اللون، فانت في الموضوع ده برضك مهم تجيب زي ورقة او حاجة تعزل الاضاءة مؤقتا كده. لكن لما بص عزلت كده، بص لما عزلت الاضاءة اللي ورايا ايه اللي حصل، يعني زي ما احنا شايفين كده الرجاله اللون يمكن يتغير عندك تماما، وبرضك لو جيت من الزاويه هنا اهو. فانت اهم حاجه تكون عامل عينات رش، تكون عامل عينات رش قبل ما ترش اللون. بص اللون ممكن يكون اختلف ازاي في الاضاءه عندكم كده واضح اهو، لما انا جيت وقفت اسر الكشاف، فمش عايزين برضك ايه ننخدع في الحته ده يا رجاله. وش لون خفيف كده، رجاله هنطوع بقى دلوقتي بالتجريح. هنكتب التجريح، بعد كده ننزل بالبلندنج البياندر، ننزل بالبياندر هنا كده، بعد كده نغير نجيب المسدس اللي فيه اللون. هنقل معانا المسدسين اهو من الرجاله، ده فيه بلندنج وده فيه لون. هنطوع التجريح بالتجريح دلوقتي، ننزل هنا بالبلندنج، بعد كده ننزل بالبرل بتاعنا، ده البرل يا رجاله ماشي، ده السريكوت الوان السريكوت ده البرل ده.
البرل بتاعنا رجاله طريقه الرش بتاعته يختلف طبعا من سيستم لسيستم. انت بتعمل كذا عينه، عينه بترشها وش وش ونص وشين وثلاثه، بتشوف انها عينه اللي مطابقه للعربيه بتاعتك او اللون الاساسي بتاع العربيه، وبتبدا اللي انت تطبق عليها. الطريقه بتاعتنا هنهون وش ونص برل رجاله، دي العينه المطابقه حسب الصبغه بتاعت السيستم اللي احنا شغالين بيه للعربيه. على بركة الله ما ينزل ورنيش يا رجالة، وشين ورنيش إن شاء الله، ما بينهم فلاش تايم من 5 ل 10 دقايق، ممكن 12 دقيقة على حسب النشرة الفنية بتاعت المنتج، هو بيقول لك اقعد قد إيه يعني. بص يا رجاله، ده الكبوت. الكبوت هنرشه ازاي؟ هنبدا من هنا لغايه هناك ونروح هناك، والكلام ده في البويه، يعني اي مسطح واحنا بنرش بويه بنرش ورنيش، نبدا من هنا هون ونروح هناك زي ما احنا نشوف كده هون في البويه او في الورنيش. ما ينفعش نجيب من النص ونيجي هنا وبعد كده نروح الثانيه ناخد من النص ونروح هناك عشان ما يعمل لناش خشانه في النص يا رجاله. Thank you.
طبعا هتاخد بقى الفلاش تايم ماشي الشغل ياخد الفلاش تايم. في تاني وش ورنيش بقى هنقفل الحروف دي كده اهو معانا كويس قوي، وبعد كده نبدا بردك ورنيش من هنا كده اهو ونمشي ورنيش كده كده لغايه ما نلحم هناك، لكن ما نجيش نبدا من هنا كده اهو ونمشي كده نقوم جايين هنا اهو نقوم رايحين الناحيه الثانيه ونبدا من هنا. انت عبال ما تيجي انت هتبدا من هنا اهو، عبال ما تيجي هنا وتيجي تبدا من هناك الناحيه الثانيه ده هيتمشى معاك، لكن كده انت كده بتاخد كله طريق في قلب بعضه. ما تنسوناش في الدعاء رجاله وتدعوا لامواتكم وامواتنا. هننزل ان شاء الله في تاني وش دلوقتي. طبعا خدت الفلاش تايم بتاع رجاله ال 10 دقايق بتوعها. بفضل الله تم الموضوع يا رجاله، تسلم ايديكم. اللهم صل على النبي. طبعا زي ما قلنا الاضاءه عشان تظبطها تعمل اكتر من كارت، والكشاف اللي في الجنب لو انت تجيب ورقه عليه عشان ممكن يعمل لك فرق لون وانت بترش زي ما قلنا في اول الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا أجمعين. بفضل الله تم الموضوع رجالة. العمل عمل جماعي مش عمل الفردي، كلنا بنجتهد مش واحد بس يا جدعان. ما تنسوش الدعاء لكل الناس اللي بتساهم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.